الموضوع بقى في يعني يخش على اي سايت لنادي الزمالك لمواقع الزمالك على الانترنت، الموضوع فيه جدال واسع كبير جدا. ده يمكن رد الزمالك على الاوقاف. امبارح شفته، مش عارف كان شايف الناس ولا لا، في زي اعلان نزل في احد الجرائد من وزاره الاوقاف بيقول ان الارض دي، ارض نادي الزمالك، هي ملك وزاره الاوقاف، وبالتالي لا يحق لنادي الزمالك بيع او شراء، ابيع يعني النادي، ده حق لوزاره الاوقاف. نادي الزمالك نزل البيان اللي قدامنا، انا مش عارف اقراه لان بتاع بعيد جدا، لكن بما معنى الكلام ان الارض هي ملك لنادي الزمالك، وده اللي كان اشتراها قبل كده نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت مع الاستاذ ممدوح عباس، وانه من حقه ان هو يبني او يبيع او يعمل اي حاجه لان دي حق من حقوق نادي الزمالك. ده البيان اللي موجود، وان هو انا مش شايف يا جماعه بعيد قوي، لكن ده يمكن مجمل او يعني فحوى البيان اللي موجود على الانترنت قدامنا، ان الارض ملك النادي وان ليها حق التصرف فيها زي ما هو عايز، زي ما بقول لكم، وان مفيش حد يقدر يقول حاجه غير اتحاد، غير المجلس والجمعيه العموميه بتاعته، هم دول اللي يحددوا ايه اللي يحصل، مش وزاره الاوقاف، لان ده غير تابع حاليا وزاره الاوقاف بعد ما الزمالك اشترى الارض من الاوقاف. طيب انا هاخد معايا على التليفون المهندس سعيد حسن، مسؤول الملكيه العقاريه بوزاره الاوقاف. مساء الخير يا باشمهندس، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك يا فندم. طيب احنا عندنا موقف شائك، نادي الزمالك النهارده مطلع بيان بيرد فيه على الاعلان اللي نزل امبارح من وزاره الاوقاف ان نادي الزمالك هو المالك الحقيقي، وان هو يعني اشترى الارض خلاص، ملكيه خالصه لنادي الزمالك، ويحق ليه البيع والشراء كيفما شاء. الجهه الوحيده المنوطه ليه هي الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، هي تقول ابيع ولا ما بيعش. اتفضل يا فندم. تمام. بدايه نادي الزمالك هو مؤسسه عريقه ومؤسسه قوميا، وكلنا بنكون ليها كل الاحترام، وان هي جزء من كيان الدوله. تمام. وان هيئه الاوقاف المصريه عمرها ما هتكون باي حال من الاحوال باعث على الفتنه بين اي جهات مختلفه، او ان هي تضر بالمال العام او تضر بكيان اوهامه زي نادي الزمالك. ولكن المكان كله تبعيه المكان اصلا للوقف الخيري، وهيئه الاوقاف المصريه هي الجهه المنوط بها رعايه الوقف بناء على قانون انشاء الهيئه نفسه باداره واستثمار مال الوقف لصالح وزارة الأوقاف الناظر الشرعي للوقف الخيري. والموقع نفسه اللي هو مقر نادي الزمالك أصلا تابع للوقف محمد وسعيد وسلم باشا. تمام. ولكن جزء منه تم استبداله، اللي هو تم بيعه لصالح نادي الزمالك. جزء مش كل. ألو؟ أي يا فندم. جزء يا فندم مش كل؟ لا مش الكل، مش كامل المسطح تم استبداله. كام يعني حوالي اللي تم استبداله لنادي الزمالك عباره عن ثلاث قطع باجمالي مسطح 91,250 متر. ده اللي هم في حلمي زموره؟ الجزء اللي في مواقع في حلمي زموره بيقع في الجزء المخصص كمقابل انتفاع لنادي الزمالك من سنه 2006 لمده 20 عام. طب امال الجزء اللي الزمالك اشتراه فين؟ امال الجزء اللي اشتراه الزمالك فين؟ ايوه يا فندم. امال الجزء اللي حضرتك قلت اشتراه الزمالك 91,000 متر دول فين يا فندم؟ 91 ده باقي مسطح النادي. منين يعني كله الا ملعب حلمي زموره؟ مسطح النادي، النادي اساسا محدد بحدود اربعه على شارع 26 يوليا، على شارع جامع الدول العربيه في ظهر مقر سلمى في سفنكس القديمه، وعلى شارع محمود بدر، وجزء من شارع الحجاز اللي هو عند يعني نادي الزمالك اشترى من جنينه لطيف لغايه تقريبا ملعب حلمي زموره. تمام. في ثلاث قطع، في على ثلاث مساحات، مساحه 5,250 متر ومساحه 74,000 متر ومساحه 12,000 متر، مجموعهم 91,250، ده اللي هو تم عقد الاستبدال بشانهم ويعني وجاري الاتفاق مع نادي الزمالك فيما يخص سداد المستحقات الماليه اللي موجوده. طيب دلوقتي اما باقي المسطح ايوه الذي له وجهه على شارع محمود بدر 262 متر فهو مسطح كمقابل انتفاع. كمقابل انتفاع للنادي يعني ليس ملكيه خاصه. وليس ملكيه خاصه،
طب هل يجوز عليه ان انا يعني زي ما بيحصل مثلا في البوتيكات اللي بره، ما هي برضه في حته فيها تبع الانتفاع صح؟ لا، البوتيكات اللي بره اصلا المسطح اللي موجود اللي هو بالواجهه بالكامل على شارع جامع الدول العربيه او على شارع 26 يوليا، المساحات دي تدخل ضمن المسطح المستقبل نادي الزمالك، وده اللي واضح الحدود بتاعته في قلب العقد المبرم بين هيئه الرقابه المصريه ونادي الزمالك. طيب يعني لا فهم من حضرتك ان الزمالك ملكيته كل النادي ما عدا حته الرياضه كلها اللي هي حته الملاعب الناشئين وملعب حلمي زمور. المسطح موجود في مسطح 54 ألف متر، منهم ال 4000 متر مخصصه لمسجد حمدية الشاذلية، وباقي المسطح 50 ألف متر هي دي مخصصه لنادي الزمالك لمده 20 عام من سنه 2006. تمام. طيب لو هو نادي الزمالك دلوقتي عايز يقيم مول او اي حاجه تجاريه في المنطقه اللي فيها حق انتفاع، حضرتك احنا يجوز ام لا يجوز؟ هيئه الاوقاف هي موظفين دوله، بنعمل وفق لوائح وقوانين منظمه للتعامل مع الغير سواء مستاجر او مستبدل، وطبقا للعقود المبرمه مع المستبدلين تنفذ كافه الموضوعات المتفق عليها او البنود المتفق عليها في التعاقد. فمن ضمن الاتفاق ان عدم او النظام الفعلي اللي موجود على العقد وطبقا لقرار مجلس الاداره ان لا يجوز للمنتفع التعامل على القدر المنتفع به لصالح الغير الا بموافقه المالك او المسؤول عن الاداره الفعليه وهي هيئه الاوقاف المصريه. يعني ممكن الزمالك يتفاوض مع هيئه الاوقاف ويحصل هذا ممكن المشروع؟ ممكن، ومفيش مشكله ان العائد اساسا من الممكن ان يكون في اتفاقات بيننا وبين الزمالك. طب العائد يروح لمين؟ للزمالك ولا يروح ليكم؟ طبقا للاتفاق اللي هيتم وطبقا للعرض اللي هيتم ان احنا مش لا نملك سلطه القرار الموحد الاوحد، ولكن القرار في هيئه الاوقاف المصريه بينبع من مجلس الاداره ومعالي وزير الاوقاف المنظم للتعامل داخل هيئه الاوقاف، ان معالي وزير الاوقاف هو المصدر الشرعي. طيب. والفعلي للوقف الخيري. طيب عايز اسالك سؤال معلش، دلوقتي نادي الزمالك نزل بيان ان الارض ملكه، وبعدين رئيس نادي الزمالك هو مستشار كبير يعني ومحامي اساسا، معالي المستشار فهل ان هو امير منصور هو صديق هو صديق شخصي للهيئه، ولا توجد بيننا وبينه اي عداء؟ ما فيش اي عداء ولا حاجه. الموقف فيما يخص الجزئيه اللي موجوده ديت، الاعلان الذي نشر في الجرائد ان نادي الزمالك هيتعاقد بمقابل انتفاع على المسطح ده فوجئنا بيه طبعا، فبالتالي لازم ننزل الاعلان الاحترازي والتحذيري من التعامل على القدر ده. تمام. طيب يعني افهم من كلام حضرتك ان موضوع الارض اللي هيقام عليها المول ده مش ملك نادي الزمالك، ده راي الاوقاف، وزاره الاوقاف. تدخل في المسطح المقام، ولو في اي حاجه حصلت من خلال بيع لهذه الارض فهيكون لازم يكون بالتراضي مع الاوقاف، وان يكون بالتفاهم والمكالمه تكون العرض على مجلس الاداره وعلى معالي الوزير. ايوه انا فاهم. مع الاخذ في الاعتبار ان نادي الزمالك اساسا مش جهه فرديه، دي مؤسسه قوميه من مؤسسات الدوله. تمام. طيب هل ممكن ان مثلا توصلوا نص بالنص مثلا، ولا دي مش بتاعت حضرتك الكلام ده؟ مش بتاعتي، والكلام ده بيتم عرضه على مجلس الاداره وعلى معالي. لكن حصلت مثلا، حصلت قبل كده في اي مشروع قبل كده يا فندم مثلا، ولا ما حصلتش؟ بنتعرض لبعض الموضوعات الشبيهه بكده وبيتم العرض على مجلس الاداره. ايه اللي بيحصل بقى؟ بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين. ايوه يعني حصل مثلا قبل كده واتفقت نص نص مثلا، ولا ما فيش ولا مره في مشاريع كتيره جدا هيئه الاوقاف ليست معوقه لاي مشروع استثماري في الدوله، وهيئه الاوقاف بترعى المشاريع الاستثماريه. تمام. وبالتالي بيعرض الموضوع على مجلس الاداره. تمام. مشكل من جهات داخليه وخارجيه ولها فكر استثماري جيد لصالح. طيب. العام ولصالح الدوله جميعها. وبينتج عنه يعني الحمد لله يعني موضوعات كتيره جدا تم حلها معرفه مجلس الاداره ومعرفه معالي الوزير. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. المهندس سعيد حسن المسؤول عن العقارات في وزاره الاوقاف او الثروه العقاريه، يعني يمكن وزاره الاوقاف عندها